إخواني الأفاضل، شهر فبراير أيضا يحتضن ذكرى مهمة في تاريخ الجزائر، ألا وهي الذكرى الخامسة للحراك الشعبي المبارك الذي كان محطة لمحاولة الانتقال الديمقراطي أو تحقيق انتقال ديمقراطي جزائري بتعابير ديمقراطية جزائرية وبأساليب سلمية جزائرية. لذلك كان رد الشعب الجزائري منبثق من الروح النوفمبرية، من الروح الباديسية، من الروح التي تعبر على أن هذا الشعب يدرك معنى الحرية ويتصل بالحرية ويناضل من أجل الحرية. ولذلك كانت دعوتنا دائما إلى ضرورة أن يستتب أو أن تستتب الرشادة في الحكم، وأن يكون للحكم في البلاد ما يساعده على استغلال ثروات هذا الوطن وعلى تجاوز كل الإخفاقات التي عشناها منذ مرحلة الاستقلال.